باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إنجيل هذا الصباح معجزة عظيمة جدا، وهي المفلوج اللي شالوه 4 من أصدقائه وراحوا بيه في مدينة في وسط الزحمة، وطلعوا فوق السلم بتاع البيت ونقبوا السطح بتاع البيت ودلوه على السرير بالسرير بتاعه ونزلوه قدام المسيح له المجد. فالمسيح له المجد يقول كده: قال للمفلوج: لك أقول قم احمل سريرك واذهب. ومن أجل إيمان الأربعة، الإيمان بتاع الأربعة، هل من أجل إيمان الأربعة اللي كانوا شايلينه، ولا إيمان المفلوج؟ وهل المفلوج ما عندوش إيمان؟ ما كانش عنده إيمان؟ معقول المفلوج ما كانش عنده إيمان؟ طب المسيح مدح إيمان هؤلاء الأربعة. الإيمان بتاع الأربعة دول كان عظيم جدا. الحقيقة مفهوم الإيمان عند الناس ساعات بيبقى ناس عندها مفهوم إن أنا مأمن بيك يا رب، فتديني بقى اللي أنا عايزه هتدهوني، وده ماشي زي بعضه، ربنا فعلا بيدي الناس، لكن مش ده المفهوم المظبوط 100% وبس. لا، ده في مفهوم تاني للإيمان اللي هو المفهوم اللي بيعلمه لنا من خلال الأربعة اللي شالوا المفلوج. احنا مأمنين بيك يا رب ان انت محب، وعشان كده احنا هنودي لك المفلوج ده، عارفينك ان انت محب، هنبذل مجهود وتعب. زي ايمان مين؟ زي ايمان ابراهيم اب الاباء. احنا مأمنين بيك يا رب، مأمن بيك يا رب، وعشان كده هطوعك. في مفهوم عند الناس: انا مأمن بيك يا رب هات بقى. وفي مفهوم: انا مأمن بيك انت الله، فانا اخضع لك. صحيح الله بيدي، لكن الله مفروض ان احنا مأمنين بيه، نخضع له لتدبيراته، نسلم له، نقول له: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ليه؟ لو انا دايما هقول لربنا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، فيها انانية شوية. انا عايز نفسي. انا عايز مين؟ عايز نفسي. انا بعرفك عشان مين؟ عشان نفسي. والمسيح رفض المبدأ ده لما جولوا اكتر من مرة وهم بيعمل لهم معجزات اكلهم، فجم وراه قال لهم: انتوا مش جايين عشان امنتوا بيا، امال انتوا جايين ليه؟ لانكم اكلتم الخبز فايه؟ فشبعتوا. انتوا في دماغكم الخبز، علاقتكم بيا هات، احنا مأمنين بيك هات. وفي واحد تاني: ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل. فالحقيقة الأربعة دول يستحقوا إيمانهم يتمدح، لأنهم أمنوا وقدموا وتعبوا. وده اللي بيقوله لنا الكاليسيليكون اللي اتقرا النهاردة، يقول: قدموا في إيمانكم. يبقى الإيمان يتقدم فيه فضيلة. بحب ربنا ومؤمن به، زي ما كتير أبونا حنا يقول لكم: يقول لكم قدموا فضيلة في الصوم، أو قدموا حاجة. أقدم؟ مش ده الله اللي بخضع له واللي بحبه واللي انا تحت امره، اقول له رب، واللي عايز ابقى ارضيه واصنع مرضاته، فاقدم في ايماني فضيله. يعني فضيله عايز ابقى زيك. هو في كل النعم وكل البركات، هو ما بيحبش الكذب لكن بيحب الصدق. انا هقدم في حياتي وكلامي صدق. هو يحب المحبه، انا هبقى محب انا كمان. فالاربعه دول عرفوا مين هو ربنا، انه محب جدا، وهم كمان اتمثلوا بيه وعرفوا ان هو مش هيرفضهم، فراحوا عشان يعملوا محبة، وهم واثقين ان المسيح له المجد هيشفي الراجل ده. فعشان كده ايه موقفنا من المسيح؟ المسيح له المجد يعلمنا كده ان هو في مش كل قبله، مش الكل قبله، لكن المسيح كان سر البعض فهمه وعرفه والبعض ما عرفوش. والانجيل يقول لنا كده، يقول لنا مثلا الانجيل عشان تعرفوا موضوع ان سر المسيح ده، يقول ايه: لكي تتعزق قلوبكم مقترنه في المحبه لكل غنى يقين الفهم بمعرفه سر الله والمسيح. يبقى المسيح ده سر. ايه السر هنا اللي الناس مش قابلاه؟ الناس مش ما قبلتش السر ده، عشان كده ما انكشفش قدام عينيها. السر ده ان الله اصغر قوي
خد جسد واتضع. الناس ما بتقبلوش، الناس مش عايزة كده. ازاي الله يعني؟ لان الناس عايشة في كبريائها، وزي ما هي متكبرة عايزين ربنا يبقى ايه، متكبر روخر. ازاي يعني ربنا يعني ينزل من السماء بتاعته عشان بيحب الناس؟ مش قابلة سر الحب بتاع ربنا. الله محبة، والمحبة تقتضي ان الله يبذل ابنه الحبيب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الايه الوحيد. عشان مش كده، عشان كده مش كل الناس قبلت. اليهود ما قبلوش لان ما فهمش محبة، ما فهمش الاتضاع، ما فهمش من ربنا، فبالتالي ما قبلوش. قالوا ده ابن النجار. واحنا عارفين اخواته وامه عندنا وما قبلوهوش. عشان كده التركيز بتاعنا اللي هيدخل السماء هو اللي يقبل ان المسيح له المجد جه في الجسد. يعني ايه؟ يعني ان الله اتضع وبيحب ومحب. ده حب، سر، ده سر الحب بتاع ربنا، انه احب العالم حتى بذل ابن الوحيد. وان الابن ليس الحب اعظم من هذا، ان يبذل احد نفسه عن احبائه. هو الاله، هو الاله. امال عمل الاله ده؟ نزل بالحب وقدمه، نزل واتضع، اخلى ذاته اخذا شكل الايه العبد. عشان كده القديس يوحنا الحبيب بيقول لنا الموضوع ده، بيقول بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله. طب واللي ما بيعترفش ان المسيح جه في الجسد يقول لك لا مش معقوله، مش من الله، لان ما عرفش لسه المحبه ولا عرف ربنا. الله ايه؟ محبه. واللي يحب ربنا زي ما هو محبه ويحب، يقول له ربنا انا احبك، يطوعه ويحب اخواته. عشان كده ده السر. يقول لنا كده ايه؟ خلي بالكم معلمنا بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر فين؟ يعني ايه سر التقوى؟ يعني السر العظيم ده اللي خلانا اتقياء وبنسمع كلامه، ان احنا عرفنا انه بيحبنا وظهر في الجسد ونزل عشان خاطرنا ومات عشان خاطرنا بعد حبه ده لينا. حد فينا يستجري يقول له لا انا مش هحبك ولا هطوعك؟ حد بجد بجد بيحبه يعني يقول انا مش هطوعك؟ ده احنا عبيد يسوع المسيح اللي بنحبه وبنخضع له ونفسنا نطوعه كما احبنا. نحن نحبه لانه احبنا ايه اولا. فده السر، السر العظيم اللي اعلن. مش الكل قبله، امال مين اللي قبله؟ اللي قبله صار ابن لله. يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول الذين يقول الذين قبلوه، الذين قبلوه اعطاهم سلطان، اي ان يصيروا ابناء الله او اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. يبقى المؤمنين باسمه صاروا اولاد الله لانهم قبلوا السر دوت، ان الله الحنين العظيم نزل على الارض وتجسد واحبنا وفدانا، وبالتالي اتقوا الله وبقوا اتقياء يسمعوا كلامه، وعشان كده بقوا اولاد الله. تلاحظوا في مثل الابن الضال، الابن الكبير ما رضاش يدخل لما سمع ان الاب قبل ابنه الصغير لما تاب، ما عجبوش الكلام. ايه المحبه بتاعتك دي؟ انا مش عجباني موضوع المحبه ده، انت كنت مفروض تبقى حازم معاه، ده ابنك ده اكل بدد معيشتك مع الزواني، اتردوا. عدم المحبه. فاذا الايمان مرتبط بالايه؟ بالمحبة لله وللناس. بحبك يا رب، أنا مأمن بك يا رب. الإيمان العامل بالمحبة، بتحبني طوعني، بتحبني طوعني، اصنع مرضاتي، دور على إزاي تراضيني، اسمع وصاياي كلها، ما ترفضش وصيتي وتقول بحبك، بتحبني منين؟ يبقى هنا الطاعة والخضوع لله يعبر عن الإيمان. مش بقى بحبك يا رب هات واديني اكتر،
زي ما يكون ايه ربنا ده قاعد لينا بس عشان ايه احنا نقول له اعمل كذا وسوي كذا وهات كذا وما جبت ما جبتش كذا ليه واحنا زعلانين منك واحنا متضايقين منك. لا 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 لا، مش هو ده الايمان، مش هو ده الايمان. فايمان هؤلاء الاربعه بين في المحبه بتاعتهم، وده اللي قاله لنا في الكاثوليكيون زي ما قلت لكم، يقول قدموا في ايمانكم ايه بقى؟ فضيله. بحبك يا رب، طب سامح اخوك، بحبك يا رب، طيب اتعب من اجل اخرين، بحبك يا رب، طب اسمع وصيتي، بحبك يا رب، بلاش المكان الفلاني ده وضحي. امال ايه الحب بس؟ مش عايز تضحي المكان الفلاني اللي بتروح ده مكان وحش، بلاشه. بحبك يا رب، بلاش الصحوبيه ديت. بحبك يا رب، بلاش الرغي والمكالمات الطويله اللي فيها ادانه وفيها كلام كتير وحش. محبه الله اظهرت، المحبه اظهرت اظهرت. عشان كده السر ده بيعلنه الروح القدس دايما. الروح القدس روح الحب يعلن لينا عن محبه ربنا. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، هذا اعلنه الله لنا بروح القدس. تعلن لايه يا رب؟ تعلن على السماء ان فيها ذهب وجمال وبتاع؟ لا، ده يعلن اكتر عن محبه المسيح، عشان تعرفوا ايه هو العمق والعلو والعرض والطول في محبة المسيح الايه؟ الفائقة، بحيث تحبوه من كل قلبكم. مش بس موضوع السماء شكلها ايه وكده، وهو ده اللي عايزين الاعلانات اللي اعلنها لنا ربنا. ده يعلن لنا عن معرفته، عن محبته الغالية والكبيرة. وبالتالي نحبه. قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، يعني معرفة، عارفين مين دوت اللي بتحبوه دوت، مش فضيلة كده. احنا عشان عرفناه وعرفنا محبته مشينا معاه في سكة القداسة وبنقدم فضائل. في المحبة يبقى اسف، في الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تقدمه تعفف، يعني الواحد يكف عن الشرور ويتعفف عنها ويقدم توبة ويضبط نفسه. وفي التعفف صبر وجهاد، وفي الصبر في الصبر يقول مودة أخوية، نحب إخواتنا كمان مودة. وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إن كانت فيكم تسيركم إيه؟ يقول لكم هو إن هو نقولها هنا هو، إذا كانت فيكم وكسر، لأن هذه إذا كانت فيكم وكسرت تسيركم لا متكاسلين. هتخليكم بقى ربنا مش كسلانين. واحد اللي عايز الايمان عايز الدين يا رب ورقه كسلان، لا مش هي دي، لا متكاسلين بل ايه بقى؟ ولا غير مثمرين، هتثمروا، ولا غير مثمرين لمعرفه ربنا يسوع المسيح. ها؟ لمعرفه ربنا يسوع المسيح هتخليكوا ليكوا ثمر، هتخليكوا زيه، تبقوا مليانين اثمار صالحه. فاذا مطلوب مننا ايمان عامل بالايه؟ بالمحبه. مش ايمان نظري كلمتين، ولا ايمان هات هات انا مامن بيك هات، ولكن ايمان العامل بالمحبه. عايزين يبقى لنا هذا الايمان، ايمان ابراهيم، ايمان اسحاق، ايمان يعقوب اللي احب الله، ايمان نوح اللي قاعد يبني في الفلك 120 سنة والناس بتتريق عليه وهو مكمل، محبة في ربنا، مآمن وطاعة لربنا ومحبة لربنا. وبكده هيبقى لنا دخول للسماء لأننا مؤمنين باسمه بجد. يا ريت نرتب نفسنا في كل تصرف يبقى فيه إيمان، أي طاعة لله ومحبة لله، ونقدم نقدم لله كل يوم أعمال حلوة حسنة، فضائل، محبة لإخواتنا ولربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. أغنية خدمة باسم نيس هو بنت باي هو بقوي بقواي كطاط تفرني من رب تنتبه خريستوس عرب رزفة في ناري اقول وتشوي سن بتيرك تسي اوتوكوس
ماريا اسمها بن بنسو تير انت في